يقول السائل: إذا مر الإمام بآية رحمة أو عذاب، فهل يجوز له أن يسأل ويتعوذ؟ هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لكن هذا في صلاة النافلة وليس في صلاة الفريضة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، صلاة النافلة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وهو يصلي وحده ليس إماما، لأنه إذا كان إمام يشق على المأمومين ويطيل عليهم، إذا كان يصلي نافلة ويصلي وحده فإنه يقف ويسأل عند آيات الرحمة، ويقف ويستعيذ عند ذكر آيات العذاب، عند تلاوة آيات العذاب، لأنه لا يشق على أحد، إنما يصلي هو لنفسه. نعم. أما الإمام فيراعي أحوال المأمومين ولا يشق عليهم. نعم.